أكيد سلمى وصلنا لمساحتنا الفنية وضمن مساحتنا لليوم في عنا ضيف خاص وغالي جدا، رح يرافقنا ضيف نسج مع اسمه شجن وحنين، واسمه كان له مساحة خاصة ما بتشبه حدا بعالم الدراما، وعلى خشبة المسرح ابتدت حكاية الفنان اللي برع بالاستعراض عبر فرقة أمية للفنون الشعبية. اسم كبير من ذهب عتيق، الفنان حسام تحسين بيك، كل عام وانت بخير واهلا وسهلا فيك. بأمتك، وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين، ربي يعيدوا على العالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركة. يسعد صباحك وصباح الخير لعائلتك الكريمة أيضا اللي هيك سرقناك منهم اليوم بتاني يوم العيد لتكون معنا وتشاركنا. كيف العيلة وكيف أجواء العيد مع حضرتك؟ الصوت معنا سلمي صح، الصوت بس الصوت واطي ما عم يوصل لحضرتك. عم اقول لك يسعد صباحك وشكرا لانك موجود معنا اليوم بتاني يوم العيد، سرقنا شوي من وقت العائله، بنعرف قد ايه انت بتحب عائله حضرتك، كيف اجواء العيد معهم؟ شكرا لكم لاستضافتكم، شكرا، ممنون لطفكم، شكرا. اهلا وسهلا فيك. اكيد استاذ بدنا نحكي اول شيء عن اجواء العيد، يعني كنا عم نحكي قد ايه تغيرت من زمان لهلا. العيد من زمان كان في هي الحميمية بين العيلة، صلة الرحم، هلأ صار كله على الموبايل وعلى المسيجات وكتير تغيرت قصص. كيف عم تقضي العيد وكيف عم هيك كيف تغير برأيك؟ يعني انت عاصرت الزمن الجميل، خلينا نحكي كيف نبدأ فيه. أختي الكريمة، نحن ما فينا أبدا نعمل مقارنة أبدا، هداك وقت وناس ناس مختلفة تمام عن هاي الناس صحيح. والظروف وكل شيء يعني، فما فينا يعني نعمل مقارنة. هي مو مقارنة، هي تذكير بالشيء الجميل اللي كان. حتى بالنسبة للأطفال البهجة مش موجودة يعني، راحت من أول. كان يعني من الطرائف تبع الأولاد الصغار، تعرفي بهذاك الوقت كانوا يشتروا على العيد ومدري شو، الطفل مثلا ينيم صباطه من جنبه قد مو فرحان إنه بكرة العيد، يعني عملية مراكبة. بس هلأ عيد أوكي، بس يعني ما في البهجة تبعه، كانت تبقى سوق الحمدية بالعيد، كان هذا معمول إنارة من أوله لآخره، في سجاد بالأرض وعلى الحيطان، البهجة تبعه والصورة تبعه مختلفة تماما. هلأ مو راح هو من الصورة العامة، هو راح منا من داخلنا، راح العيد صار مرور، هو مرور بس يعني خجلا منه نحتفل فيه، خجلا منه بس. قديش هاي الكلمة يمكن بتمثل بصراحة الواقع اللي نحن هلأ عم نعيشه. نعم. ويمكن أيضا العيد والمناسبات بتختلف عند حضرتك، باعتبار يعني الفنان اليوم بيكون عليه مسؤوليات كتير، ورمضان بيجي الناس بتقعد ببيوتها. نعم. حوالين الشاشات، أنتوا بتكونوا لسه عم تنجزوا عمل معين طبعا. عم بتصوروا، كيف وحضرتك أب كمان لاثنين من الفنانين؟ يعني هذا الجو مختلف جدا عنكم بالبيت، أكيد بيختلف جو العيلة عن غير أجواء، لأنه أنتوا كلكم عنكم ارتباط وأعمال فنية بتضلها لفترة طويلة. والله هو هذا في بشكل عام بيبقى في زحمة شغل، وأنا حاليا يعني عم صور عمل للأطفال لسه 30 حلقة حاليا يعني، فمختلفة الحكاية طبعا، لكن بوقت العيد إلا يكون في هدوء شوية يعني، مثل ما بيقولوا بالنسبة للفنانين حالة بريك استجمام او شيء يعني، شيء بيطلع على الأدوية، شيء بيطلع على طرطوس، شو بيروح لما اي مكان، لكن هو بشكل عام ما حيتهنى بالراحه، لانه هو بيعرف بعد منها عنده ضغط الشغل، حيرجع مباشره على الشغل. قله قليله يعني اللي بيكون ما عندهم التزامات يعني، بس برضه مثل ما قلت لك يعني الصوفي هو الصوفي يعني عنوان دون مضمون. أكيد أستاذ حسام، يعني موسم رمضان 2019 كان حافل بالنسبة لحضرتك بالأعمال من غفة القلوب لترجمان الأشواق وغيرها من الأعمال. نعم. عدد من الأعمال متنوعة، وحتى مشاركاتك السنة كانت متنوعة بين الكوميديا وغيرها من الدراما الاجتماعية. خلينا نحكي عن خياراتك السنة، ليش حبيت هذه الخيارات بالذات كوميديا كونتاك وأيضا الدراما الاجتماعية؟ الحقيقة ما في خيارات، أنا السنة اعتذرت عن 4 أعمال، مو لأنه أنا عم بختار، لا،
بس الوقت اول شيء ما بيكفي. انا عملت كونتاكت وعملت غفوه القلوب، فكان عندي عملين ببيروت، فاروح وارجع ونسق مستحيل. حرم لك كمان في سفر كمان اعتذرت عنه. يعني ما بتزبط الامور، مو مساله خيارات. بس كوميديا نحن تقريبا صارت في يعني مثل طابع انه هدول بيشتغلوا كوميديا. عملنا جهدنا انه نعمل كونتاك، ما بعرف شو النتيجه. النتيجه القرار للناس اولا واخرا، مو إلنا نحن اللي منقرر. وعملت غفوه القلوب، هو اجتماعي. نعم. وحاليا عم بشتغل عمل 30 حلقة للأطفال، وكمان إن شاء الله بعد العيد هلأ بيصدر كتاب عم بطبعه، يعني خلينا نقول رواية. يعني هذا اللي عم بشتغل عليه تقريبا. وطلع حاطين الأعمال القديمة، حاطين أبو مفهومية قديم، ومن السنة الماضية ترجمان الأشواق. ايه يعني بس نحن مو مساله خيارات. انا بالنسبه لي ما بنقي. وفي شيء بيقول لك يعني اذا بدك تنقي ما بتشتغل، ما بتشتغل. باخذ اي شيء بس يكون يعني ضمن المعقول والمنطق. يعني هذول اللي اشتغلناهم. وقضيه اول وثاني وثالث دور هذا لا يعني لي شيء ابدا ابدا ابدا. طبعاً أستاذ حسام، كان هذا الموسم من رمضان كان حافل بالأعمال الدرامية السورية، وكل النقاد والعالم عرفوا أنه هالسنة كانت أفضل من السنة الماضية من حيث المسلسلات، نوعية المسلسلات الدرامية. حضرتك اليوم عم تتابع أكيد سباق رمضان، عم تتابع بعض الأعمال السورية، كيف شفت هالسنة الأعمال الدرامية؟ حتى من الأعمال اللي أنت مشارك فيها، حتى حسيت في نقلة يعني بالنص، بالأداء، بالإنتاج، بالتسويق؟ هلا أختي الكريمة، مثل ما قلت لك أنا باعتباري عم بشتغل كانت متابعتي يعني شحيحة. لكن مثل ما تفضلتي إنه كان في كم مظبوط السنة، في كم جيد من الإنتاج، وبفتكر السنة هي اللي جاية حيكون أفضل كمان. ايه يعني الناس رايحة للراحة أكثر. فبس اجي اللي يعني قادر قيم أو أقول أي شيء، أنا ما تابعت بالشكل اللي أصلا ما بيحق لي قيم. يعني التقييم دائما للناس، الناس هي اللي بتقرر هذا المسلسل حلو ولا مو حلو. يعني مين ما طلع وحكى، الحكي بيضل خارج المنطق، لانه مثل ما قلت لك نحن عم نشتغل للناس والقرار عند الناس، والناس عندها صار ذكاء باعتبارها هي بتشاهد، مو عم تشاهد بسوريا، عم تشاهد العالم كله، عم تشاهد الافلام بالعالم كلياتها، فعندها صار ذائقه. طبعا ذائقه التذوق تبعها للاعمال صار مرتفع المستوى، يعني بتقدر تحاسبهم على الراكور، عم تحاسب الناس على الراكور. أكيد. يعني أستاذ حسام، أنت من الفنانين المتواضعين دائما، ولكن محبتك كبيرة بقلوب الناس، وأنت بتعرف هذا الشيء. صاحب الابتسامة اللي بيرسم البسمة، وحتى صاحب الصوت والدندنة الخاصة اللي دائما هيك يمكن نتالية عايشة بأذهاننا وأذهان كل الناس حول بالوطن العربي كلياته. السنة كمان تميزت الدراما السورية بمشروع وطني اللي هو خبز الحياة، اللي كان يمكن منه غفوة القلوب أيضا. يمكن خلينا نحكي شوي بخصوص هذا الموضوع كأبن هذا المشروع وأبن الدراما السورية، قديه مهم يكون في عنا مشروع إنتاج وطني. هلا هو المشروع جيد، بس نحن بيصفى عنا شيء، في شيء بالإنتاج بشكل عام شيء مهم كتير، هو الإنتاج. لأن يعني هو المشروع ظريف إنه بيشغل أكبر كم من الممثلين، لكن ورغم انه الكل عم يشتغل باجور متواضعه، لكن اذا بدنا نعمل نحن شيء مزبوط حتى على صعيد البرنامج مو على صعيد المسلسل. يعني شوفوا برا لما عم يعملوا برنامج، برامجهم مبهره. ليش؟ انتاجيا المستوى تبعها عالي، فنحتاج لمستوى انتاج عالي. لكن هو المشروع بحد ذاته لطيف انساني، خطوه انه اخذ اكبر كم من الممثلين
فتح لهم فرص شغل. في ناس انه بصراحه يعني من الممثلين شغلهم شوي قليل، وانا بقول انه هم مظلومين لانه مو ضعف فيهم، لا ضعف بالانتاج. اكيد. استاذ حسام، يعني بلشت من خشبه المسرح، ما اشتقت لخشبة المسرح؟ ما اشتقتوا تنعشوها بسوريا؟ خاصة انه صارت في محاولات كتيرة من ممثلين كبار عملت هيك صدى عند العالم، خاصة انه عم تحاكي همومهم، هموم الحياة اليومية للمواطن السوري بشكل خلينا نقول يعني مضحك مبكي مثل ما. فانت ما اشتقت تعمل شيء للمسرح؟ اختي الكريمة، كل الممثلين اللي اشتغلوا مسرح بيشتاقوا وبيحبوا، والمسرح معروف عالميا هو ابو الفنون كلياتها، وهو اللي بتكتمل في الفرجة يعني الحقيقية. لكن اعطيني نص جيد وتفرغ من ممثلين، يعني انا صار بيننا وبين زملائنا حديث كثير، اجوا ناس قالوا لي تعال نشتغل مسرح، وعندي نصوص على فكرة، في عندي نص جميل كثير. بس سألتهم سؤال، قلت لهم انتوا بتوقفوا 3 شهور؟ سكتوا. المسرح بدك توقفي 3 شهور تعملي بروفات وتعملي شيء ويكون بين ايديك نص يعني معقول. هذا شق، هني ما بيدوا يوقفوا، هذا شق. والشق الثاني، نحن ما عندنا جمهور مسرح، نحن مو مثل مصر. مصر يملكوا جمهور مسرح رهيب، وبتروحي لمصر بتشوفي اهم النجوم عندهم اللي بيسميهم النجوم يعني على اللوائح بالطريق اسمائهم، عم يشتغلوا بمسرحيات لانه في اقبال عليه. احنا وقت كنا نشتغل باسر التشرين مع الاستاذ دريد مسرح الشوك، يعني انشقت حالها بتقدر نشتغل هون 3 شهور، وان رحتي لحلب تشتغلي لي 15 يوم، وان رحتي حمص بتشتغلي لك 3-4 أيام، ما في جمهور مسرح. فلحتى يشجع الممثل ويتجه باتجاه المسرح لازم يكون في مقومات، في عندك يكون أول شيء يعني راحة، هو إنه إذا وقف عن العمل التلفزيوني قادر يشيل حاله. نحن ممثلين مهما أخذوا درويش يعني بده يشتغل عمل و2 و3 و4 لحتى يقدر يشيل حاله. يعني دائما استاذ حسام ممثلين قدروا يعملوا هاي البصمه، رغم من قلت انه يمكن عدد الجمهور هو قليل، ولكن المسرحيات السوريه ظلت محفوره بالذاكره ولهلا. يمكن نجحت التجربه انه ينتقل المسرح عبر التلفزيون، يعني الناس الجمهور يتفرجوا على المسرحيات عبر التلفزيون، هي كانت تجربه كثير جيده، ويمكن لهلا بيعيدوا المسرحيات بالمناسبات وبنتفرج عليها. صاروا تاريخ تماما، هدول صاروا تاريخ ما بقى يقدر واحد يستغني عنهم، يغيرهم ابدا. لسبب فيه نص جيد، اصلا نصوص هي سابقه زمانها. هلا اللي عم يشوفوا المسرحيات هلا عم يقول والله كانكم مكتوبه لهلا. فهذا مسرح ذو قيمه يعني. هلا صعبه تعيدي هي الحكايه، يمكن في كذا بند من الصعوبة بيمنع هالشي هذا. استاذ حسام، حكيت لنا انك عم تحضر عمل عن الاطفال، يعني كثير الاطفال خاصة هلا بهي الفترة بحاجة لاعمال كمان الى قيمة، الى رسالة، بنفس الوقت ممتعة تخلصهم من هذا الجو اللي عاشوا فيه، فتخبرنا شوي عنه اكثر. انا ما عم حضر، انا عم بشتغل مع شركة عرنوس، هو الأستاذ عبد الأستاذ يشرح عن بالي الاسم ولا شيء مخجل يعني. هو الأستاذ عبد هلا بيجي لحاله، دائما الواحد وقت بينسى اسم بيقول هلا بيجي لحاله. هي شركة عرنوس عم بشتغل عمل للأطفال إلهم، مو أنا محضره، لا أنا عم بشتغل فيه 30 حلقة. نحن قد ما عملنا للأطفال قد ما عملناها نحن مقصرين، وخاصة هلأ بعد ما الأطفال يعني مروا بهذه الأزمة وتركت عندهم رواسب، لازم يصير الاهتمام فيهم أكثر لنقدر يعني نعافيهم أو نطلع منهم
رواسب مؤلمه تركتها بشكل ولا باخر. نحن بجوز يفكروا الناس انه والله هذا طفل عم يسمع اخبار وما عم يفهم، لا 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 ابدا، عم يفهم وبيعرف وكل شيء. مثل ما قلت لك لازم نحن يعني ما بعرف، ما بقدر اجبر حدا اقول لحدا، لانه بالنتيجه اي شركه بدها تنتج شيء بدها تامن اول التسويق تبعه، لكن بطلب من الشركات اذا كان قادرين يتوجهوا باتجاه الطفل بيكون شيء كثير 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 مهم. اكيد. كمان استاذ حسام حكيت لنا عن مشروع بدها تطلقه ايضا بعد العيد، اللي هو سميناه روايه، انه حتسميه روايه، عن شو هي الروايه؟ فينا ندخل هيك؟ هو انا مالي كاتب، واذا بدي انطرح بين الكتاب مشكله يعني بتفركش. لا بس انا طارح موضوع غريب شويه، موضوع غريب يعني انت وانا والثاني والثالث كله عايش فيه، واحد بنصف العمر من عمره بعد ما ضيع حياته بين اللهو والثخب اكتشف كل اللي حوله هي عباره عن اقنعه، هذه حقيقه نحن كلياتنا اقنعه، فبيقرر انه يبتعد عن الناس وبده يتخلص من ذاكرته. الذاكره مخزون لا يمكن تتخلصي منها، فبصير صراع بين ارادته والذاكره، فبصير تهاجمه بصور، لانه الجسم نحن عنا بيطالبك، يعني عطشتي بيطالبك بالمي، جعتي بيطالبك بالاكل، فاي شيء بيطالبك فيه، فبصير تهاجمه بصور، حتى اذا كان الواحد شيء بباله بينومه بيشوفه، المهم فنتيجتها بضيع صراع وبتجي بصور غريبه، في شيء غريب يعني بالعمل. هو يصلح فيلم سينما، حلو ان شاء الله نشوفه فيلم سينما، يصلح فيلم سينما، وكمان مو انتاجنا، انتاج برا، لانه في شيء صعب. نعم في شيء عميق، رساله عميقه. استاذ حسام هلا حضرتك انت شو حابب تلعب دور؟ شو الدور اللي حسيت حالك لسه ما لعبته وحابب يجيك كنص مكتوب بشكل جيد؟ انا لا ينطبق علي هذا السؤال لانه انا ما اجيت ممثل، يعني انا هلا ينطبق هذا السؤال على واحد راح درس بالمعهد، هو متوجه توجه ممثل وعنده طموحات وعم يرسم ويحط خطوط ويحط، يعني اكيد في شيء حابب، في اي شخصيه لو كانت بسيطه حابب انك تاديها. ما عودت نفسي على هالشيء، انا ايش من عطوني باخذ، لكن ضمن المنطق ما يكون في شيء معيب، ما يكون في شيء، ما عندك يعني مشكله بالادوار؟ ايه، فما عندي هذا الطموح يعني، وانا بصراحه يعني اللي واصل له انا ما كنت فكرت انه اوصل له، لانه ما اجيت لهذا الغرض، انا اجيت محط صدفه. وباعتبار انا متنوع يعني بشغلي بين الرقص، انا فتت فرقه شعبيه بين تدريب رقص وبين تلحين وبين كتابه كلمات وبين ما بعرف شو، ما في توجه صحيح يعني، وفي مثل بيقول يعني اللي بيعرف كل شيء ما بيعرف شيء. انا ما بعرف شيء. هي قمه التواضع. استاذ حسام مثل ما حكيت حضرتك فنان يعني مثل ما بيقولوا شامل متنوع، اديت كثير اشياء، المشروع الاساسي تبعك اللي هو الفني، انت روحك على المسرح بالرقص والغنى، هاي شيء فكرت تعمل شيء بخص هذا الموضوع؟ يعني عاشت السينما فيها كثير نوع من هي الانواع، الافلام اللي هي تعتمد على المغنى مثل ما بيقولوا، تعتمد على اللوحات الراقصه، هل بتفكر تعمل هيك شيء او نشوفك مثلا بفوازير؟ انا كاتب مسلسلين، واحد الكندوش وواحد اسمه الزايغ. الزايغ هو كوميدي بحت لكن اخره حزين. الكندوش في منوعات، في كوميديا مستعرض مثل ما بيستعرض المسرح كامل الفرجه، هو مسلسل فيه كامل الفرجه، فيه دراما وفيه الكوميديا وفيه المنوعات، لكن عم يرصد البيئه بشكل كثير صحيح، باعتبار نحن صدرنا لبرا مع كل اسف، يعني مع كل اسف برجع بقول انه صدرت بيئتنا لبرا مشوهه، نحن مو هي بيئتنا، مو هي البيئه، مو هي البيئه تبعنا تماما. بدمشق برجع بقول للناس اللي ما عم يدروا اللي عم يكتبوا، بدمشق ما في شيء اسمه شروال، ما في شروال، مو عم قلل من قيمه الشروال، الشروال كانوا للناس اللي يشتغلوا بالبستنه اللي حول دمشق بالغوطة مشان سهلة الحركة على القناية وفتح المي وكل شيء، بيلبسوا شروال. أما بالشام بيلبسوا أمبال،
والمانتو الطويل اللي بيقولوا له بهذاك الوقت ساكو، وبيلبسوا الطقم مثل هذا. لأرجيك صور 1800 وما بعرف شو، ناس اولاد مدارس بالطقومه. فنحن تصدرنا لبرا ببيئه مشوهه. انا عم حاول اقدم للناس، ما حاول وثيقه، لانه وثيقه بصير بدي يصير فيها تواريخ وفيها اسماء شبه وثيقه، لكن هي حقيقه تماما، حقيقه تماما، بيئه حقيقيه وفيها مسارب كثيره. مو ما عندنا سلبيات بالبيئه، عندنا سلبيات، حاطط السلبيات، لكن عندنا ايجابيات كثيره وله مسارب كثيره، ويحتاج لابطال، مجموعه من الابطال. نعم، يمكن هذا الحكي اللي عم تقوله حضرتك كتير مهم، خاصة أنه كثرة الأعمال البيئة الشامية، ومثل ما قلت يمكن وصلت الصورة مشوهة ببعض المطارح والأفكار والعادات والتقاليد. حتى المرأة يعني اللي كل اللي بيكونوا من الكبارية بنسمعهم نعم. بيقولونا ما كانت هيك. ففعلا يعني هيدا الموضوع كتير مهم اللي عم تحكي عنه. لما تشوف هلا عمل بيئة شامية، كيف هيك بتستذكر حكي الأجداد وحتى من ذاكرتك بتقول إنه ما هيك قريت أو ما هيك حكولي عن هذا العمل؟ طبعا في أخطاء معينة لازم ننتبه لها نحن حتى كشعب سوري. هلأ قد يتبادر للذهن إنه يقولوا لي مثلا إنه أنت طالما مو هي بيئة اللي اشتغل فيها، نحن ما بنقدر غير نشتغل، بالنتيجة هي حياتنا وبدنا ندخل معها. بس أنا بدي أسأل الكتاب، خليه يفكروا بهالسؤال هذا الصغير. إذا كان أبوه وجده وأمه وسته وستي وأمي وأبي وجدي مثل ما عم يكتب، هو كل واحد ماشي وخنجره على خصره بمد إيده، كان هو ما طلع كاتب. صحيح. لو كانت أمه وسته سرسارة وتبع مكائد ودائرة من بيت لبيت عم تعمل مشاكل مثل ما عم نصدرها نحن للمرأة السورية، المرأة السورية مو هيك. المرأة السورية من يوم يومها في سياسيات، في شاعرات، في كاتبات. المرأة السورية مهمة. كانت المرأة بيوتنا عربي نحنا، وتجوز ولد اثنين ثلاثة ببيت واحد، كانت تدير البيت الست كان عم تدير دولة بين الكناين كلها والسلايف كلها إلى آخره يعني. فليش عم ليش يعني إنه لازم يكون في قتل وضرب وسحب خناجر وما بعرف شو لحتى إنه نحن نشد العالم يعني؟ بالأخير هاي بيئتنا نحن عم نصدرها لبرا. بجوز الكبارية برا يقولك لا مو هذا الشام بيعرفوها، بس الشباب الصغيرة حتى شبابنا نحن انه هيك نحن كنا. ما بعرف هذا بده محاسبة، لانه هي مو ملك ابوه، هذا تاريخ، مو ملك ابوه، هي ملك هاي البلد. هو عم يصدرنا مشوهين لبرا، ما بيحق لهم، ما بيحق لهم ابدا، ولا بيحق لحدا ابدا. طالما انت عم تصور بسوريا وعم تحكي عن سوريا، ما بيحق لك تصدرها الا بشكل جيد مثل ما هي عروس. صحيح. يمكن للاسف استاذ حسام في انواع كثير من الدراما حاليا صارت دراما تجاريه، يعني مشان السوق هيك بده، فصرنا نشوف اجزاء متعدده من مسلسلات متعدده متتاليه ورا بعض تستمر بالتشويه، تستمر وتستمر. ولكن الصحيح بيضل موجود اكيد. يمكن كندوش مثل ما حكيت هو ان شاء الله بيشوف النور، ان شاء الله بيشوف النور. هو 60 هون بنرجع مرة تانية على سبب ليش ما عنا دراما كتير حقيقية، بسبب ضعف الانتاج لهذا النوع من الأعمال، لأنه حقيقي دائما هن المنتجين خلينا نحكي من برا بيبحثوا عن العمل التجاري، العمل مزبوط. اللي يسوق تجاريا فقط لا غير. بس كمان بده يكون الواحد عنده مسحة أو يعني نسبة من الوطنية كمان. يعني أنت بالأخير عم تحكي عن بلدك. انا ان شاء الله هذا الكندوش ان شاء الله بيشوف النور يعني. وهلا بحكي على الشاشه وعلى الملأ، اتحدى شخص واحد يقول لي هذا اللي كاتب هذا المشهد اللي عم تعمله مو صح. وقت كنت عم بكتبه بالمنطق وبالحقيقه بالصحيح بالصدق. اكيد انا مو افضل واحد، اكيد انا مو الافضل، لكن اكيد انا الاصدق. نعم أكيد أستاذ حسام، يعني نحن كتير انبسطنا بوجودك معنا بعيد الفطر المبارك، وانبسطنا أكثر على هالحكي اللي بجنن والذهب العتيق والحكي الموزن الوازن بيقولوا بالشامي. إن شاء الله بتستني، بس انتفض بدني حكي الوازن بالشامي هيك بنقول ما هيك؟
تسلموا يا رب. شكرا لك لوجودك، كل عام وانت وعائلتك بألف خير، وان شاء الله بتضل منورنا، وان شاء الله الكندوش مش شروال بيبصر النور قريبا. شكرا لوجودك معنا. تسلموا. شكرا لك استاذ حسام. نرجع مره ثانيه بنقول نعرف انه وقت العائله عندك كثير مهم وله خصوصيه. شكرا انك كنت موجود معنا اليوم. تحيه لركان وتحيه لبنت حضرتك اكيد وزوجتك. شكرا لك. تسلموا يا رب. شكرا.